كيف بده يمشي الحال؟ أنا دائماً اللي عم تدفع الثمن. موضوع نعمت أنت ما دخلك فيه بالمرة، مشكلتها معي ومن هلأ ورايح ما بقى تحكي معك ولا كلمة. كيف يعني؟ أوكي سلام. لوين؟ بدي شوف أختي، بلشت شغل اليوم. طيب وعلى شو مستعجلة؟ يا ابني قلن ينقلوا أغراض آيلا خانم على شقتها الجديدة. الشقة نفسها يا بيك؟ لأنه يعني ممكن يضايقوها. مزبوط، ممكن يضايقوها عنيك. أنا برأيي الفيلا بتناسبك أكتر، فيها خصوصية وراحة بال، ما هيك؟ يا ابني حل الموضوع فورا، بتلاقي لي أحلى فيلا. بأمرك. لحظة، في شيء قبل. اللي يا بيك؟ المرافق تبع نعمة خانم. طيب ماشي، أمرك. إيه فهمت؟ طيب ماشي. ترك لي هالتليفون وخذ من إيدي. نعمة خانم، آسف، أنا لازم روح فورا. سليمان بيك هيك أمر، لازم أتركك وأرجع على الشركة بسرعة. ماشي. فكر عم بيعاقبني بهذا الأسلوب؟ خلص انقلع أنت وروح لعند ركض. يلا تفكر إنه ما فيني أرجع على البيت لحالي؟ ذكي ما شاء الله. لك روح، مين أشر لك؟ مو ناقص غير اركب سيربيس. حكمات تعال خذوا الاغراض من ايدي. خير ان شاء الله. جنجير؟ جنجير لك وينك؟ ما تجي تستقبلني يا روحي جنجير وينك يا حلو؟ شو بدك سليمان؟ اختصر، أنا مشغولة هلأ. ايه بعرف، عم تدور عليه. إذا مرة تانية بتقللي أدبك واحترامك أو طاعتك لزوجك، بعمرك ما بقى تشوفيه لهالكلب ولا خدامتك ولا شوفيرك. أنت مفكر إنك عم بتربيني بأسلوبك هاد؟ فكرك ما بعرف أعمل صحن شوربة أو ما بقدر نظف بيتي لحالي لأنه فيكي طبعاً تجيبي شغالة جديدة، بس صعب ترجعي كل شغلة مثل ما كانت أو لمكانها. في شغلات ما بترجع أبداً. سليمان، أنت شو عملت للكلب تبعي؟ سليمان وينو جنجير؟ قلي فكري لشوف سليمان شو بيعمل. بتمنى يرجع عقلك لراسك بقى. وهيك مش الحال. يعني انت عطيت درس لمرتك هلا؟ وصلت الرسالة، لا تشغلي بالك، الموضوع تبعك تسكر. هذا الموضوع هلأ بيتسكر. قول لمرتك تلاقي شغلات تانية تقدر تشتريها بالمصاري هدول. ماشي؟ هدول إليك، اعملي فيهن يلي بدك ياه. ما بدي ياهن سليمان. يا روحي، المصاري بالآخر ملكي، صرفيهن كيف ما بدك سلطانة، لا تزعلي.
ولا تشغلي بالك بهالأمور التافهة. نعمة خانم، معقول آيلة خانم قالت له؟ اوعك مرة تانية تجيبي اسم هالمرأة على لسانك ببيتي، وما تحطي اسمي واسمها بنفس الجملة مرة تانية أبداً. لاقيلي جنجير فوراً. غريبة عن جد، وين بده يكون هرب هالكلب يعني؟ مين قال لك هرب؟ ليش في بالعادة جنجير يهرب من البيت؟ الله أعلم سليمان لوين أخذوا لهالمسكين ورماه. أنت دوري لي عليه هلأ بكل مكان ممكن يخطر لك، لازم نلاقي. أمرك، ما تاكلي هم. نجي للأهم، هالملعونة مو مقطوعة من شجرة أكيد، المطلوب دوري لي على كل جزورة والأغصان تبعها. أوعك تنقصي لي تفصيل صغير، كل سلالتها، إما أبوها، خالة، خالتة، جدة، عمة، أخواتها، كل شي بخصها بدي إياه بتقرير مفصل. طالما لطفي وكرمي بالمصاري ما عجبها، معناها رح نتفاهم نحن وياها بطريقة تانية، ما هيك؟ أمرك نعمة خانم. ليش اجيتي؟ شوفت عينك، أنا منيحة، فيكي تمشي. أختي، أنتي لازم تتابعي علاجك، ما فيك تضلي واقفة هلأ، لو سمحتي تعي معي. أنا مو محتاجة لا علاج ولا شي، أصلاً هلأ نفسيتي مرتاحة، واتطمني ما أفكر بالانتحار بنوب. وقلت إنه القصة تسمم بالأكل، الموضوع انتهى. سلطة إذا بتريدي. ما بيجوز أنتي ومسعود تضلوا بنفس المكان سوا، ليش مستخفة بالموضوع؟ شبك؟ أصلاً ما بيكفيك اللي عشتيه لهلأ أختي؟ مؤهلاتك كويسة وبتلاقي شغل أفضل بكتير. مزبوط، لأنه الشغل المنيح بيلتقى بسهولة. استني، في مجال تسمعيني شوي؟ طيب وقت يعرف مديرك إنك على علاقة بسهرة، في مجال تقليلي وقتها شو بتقدري تعملي؟ شبكي جاوبيني، أنت بتقدري تتحملي الفضيحة والبهدلة اللي رح تصير برأيك؟ خلصنا بقى آيلة، بكفي حشرية، تركيني بحالي. أصلاً ما حدا رح يعرف شي على القليلة، لبينما مسعود يطلق ويرتاح راسنا. بجد إنك طفلة وعقلاتك على قده. معقول هلأ مصدقة إنه مسعود رح يطلقها؟ إيه طبعاً بده يطلقها، مسعود بحبني ورح نتزوج. قدر يخدعك هالمرة كمان وانت صدقتي؟ مسعود ما رح يطلقها، فهمي بقى اختي، اوعك تغامري، حياتك قدامك، انت لساتك صغيرة، فيك تلاقي حب جديد. لانه الموضوع بسيط، فيك تنفصلي وتنسي حبك فورا. آيلة لا تحكي بغباء وكأنك ما حبيتي بحياتك، وبدال ما تتدخلي بحياتي ليش ما بتفكري بحالك؟ سألي حالك وين وبشو غلطتي أحسن لك. كان معهم زلمة روسي من شوي راح، وهلأ عم يصير شي غريب ما عم بفهم شو هو. قاعدين عم يشربوا كاس مع جنكيز أسار أغلو. أهم شي البروفيسور وعمران، لا تشيل عينك عنهم، أنا بعد شوي بشوفهم. سلطانة، صار عندي شغل مستعجل، حسين بيوصلك وبس خلص بجيب أختك، اتفقنا؟ معقولة هالحكي سليمان بعد ما جهزت حالي؟ خلص قلي وين رايح وأنا بروح معك. ماشي كما بيصير. أعطنا الحالية بتقول هيك، بس أنا شخصياً ناطر ربح أعلى بكتير من هي التوقعات. خلينا نحكي بكل صراحة، يعني من جنبي هالمواصفات ليش واقف؟ شو القصة برأيك؟ أنا برأيي ما في مشكلة نحكي للبيك. طيب ماشي، جنكيز بيك هذا المنجم أخذ رخصة استخراج وتصنيع زنك، يعني العقود والضرائب والتصدير برات البلد كلها على هي الرخصة، بس نحن اكتشفنا وجود كمية كبيرة من الذهب جوات هذا المنجم. يعني رح تطلعوا الذهب باستخدام رخصة الزنك؟ بالضبط، هو في خطورة بس المرابح كتير محرزة. فيني أقول إنكم لقيتوا الممول. كيف؟ ما فهمت قصدك، ممكن توضح؟ 30
وأنا بقبل موال. يعني هو العرض مغري 30% بصراحة، بس وضعنا هلأ صار مكشوف. جنكيز خلينا نروح. معلش أعطينا مهلة بس لبكرة مشان نفكر. أي طبعاً، بشوفكم بكرة. شكراً كثير، فرصة سعيدة. شرفنا. فرصة سعيدة. وأنا أسعد. أهلين بكم، الله معكم. سلام. مع السلامة. تفضل. فرصة سلام. سعيدة. يسعد مساك جنكيز بيك. يسعد مساك. آيلا انطريني هون شوي لشوف هالجوز وارجع. ولي شو بتحبي تشربي؟ باخد كاس بيض أحمر إذا بتريد، وبدي ألم كمان لو سمحت. تكرم. أوه شو هالصدفة هاي، صحتين وعافية. شو مبين عم تتدلل وتصرفوا مصاري كتير هون، ما هيك؟ إذا ما صرفنا مصاري ما فينا نحصل بداله، ما هيك؟ ساعة 11 الصبح بنفس المكان تبعنا، رجاء تعال. شكرا على الألم. العفو. ايه هات احكي لي يا بروفيسور، شو قصتكم مع جنكيز يا ترى؟ كمان له علاقة بالذهب تبعكم؟ انت ليش بهمك الموضوع؟ رح تاخذ مصاريك، شو بدك لسا اكثر؟ بلا انزع وحكي فاضي. واضح انكم عم تخططوا لشيء. بيومين صرتوا اصحاب شركه ومبلشين سحب مستثمرين وضخ اموال. معقول الموضوع هيك بهالسهوله؟ سليمان بيك، اذا عندك رغبه تشترك بنسوي لك عرض خاص. خلاص ولك خلاص، بدكم تضحكوا علي انا؟ اسمع منيح، اذا ما اخذت المصاري تبعي بوعدكم اتنيناتكم رح خلي عظامكم التختخ مع بعض تحت الأرض، وشجرة عيلتكم كلها بأطعام الجزور أو بنفيا يكون بعلمكم. أنا بعرف هاي الشركة من وقت طويل واشتغلت فيها. لما كنت أدرس بأمريكا كان عندي أستاذ كان من مؤسسين هاي الشركة، وأنا كنت المستشار الاقتصادي فيها. وقبل كم شهر عرفت أنه بسبب الديون صار وضع الشركة سيء كتير، وعرفت إنه المنجم فيه ذهب وما قدروا يشتغلوا لأنه ما في رأس مال، فوقتها قررت إني أشتريها. يعني مصرياتي صاروا رأس مال؟ بصراحة إيه. بس رح تاخذ مصاريك مع الفوائد. ما بزعجكن ما هيك؟ شو عم تقولي حبيبتي؟ تفضلي عادي. كيفك عمره؟ منيح وانت؟ العرض اللي قدمته كان ممتاز كتير. آيلا خانم اسمحي لي اعرفك، مستشارنا الاقتصادي عرفان بيك. آيلا خانم تشتغل معي بالشركة، خبرتها ممتازة بالعقارات. أهلا وسهلا عرفان بيك. وأنا وجاي على الطريق شفت نجيب بيك ووصاني كتير مشان سلم عليك سليمان بيك. هذا الشخص محترم. طاولتكم جاهزة يا بيك. ممتاز. تفضل. طيب اسمحوا لنا. يلا عنزكم. إذنكم معكم. صحة وعافية. شكرا. تفضلي. آيلا كانت حابة تشوفك بس أنا ما قلت لك. شكراً لألا. تكرم أستاذ.
الساعة 11 الصبح بنفس المكان تبعنا. رجاء تعال. عرفان، خير إن شاء الله؟ وينك لهلأ ومن وين جاي بهالوقت؟ كنت بعشى عمل، وتياب عمران دبر لي اياه. عرفان شو صار معك؟ قلت لي رح تدبر المصاري خلال اسبوع. وعم حاول. يعني شو ناطرة مني قول؟ ناطرة؟ قلت لي جبت المصاري وحليت الموضوع. عرفان، ملاحظ انك ما عم تحكي لي شي وما بعرف شو عم بتساوي؟ عم حاول عايدة، عم حاول بكتير امور وبأكتر من قصة. شو بعمل؟ ان شاء الله رح انجح ورح اجيب المصاري، ما تخافي. وثقي فيني وارتاحي، انا تعبان عن جد، تعبان ومرهق. خلينا ننام. عفواً إذا بتريد، بدي فنجان قهوة سادة لو سمحت. بس الخدمة ذاتية هون. عن جد هيك صارت؟ ما تواخذني، صار لي سنين ما إجيت لهم. ولا يهمك، أنا بجيب لك، بلكي بترجعي بتصيري زبونتنا. ماشي، شكراً. ولو. برافو عليك بابا، حلو كتير البيت. عملنا واحد تاني أكبر شوي. ماشي، تكرم عيونك. أنا رح لون السقف بالأحمر وأعطي لناز هدية. أكيد بعد ما تلون السقف رح يصير شكله أحلى بكتير وراح يعجبها، أنا متأكد. طيب خليني اليوم روح معك على الجامعة، كتير عم مل من القعدة هون. أنا ما عم روح على الجامعة يا حبيبي، عم بشتغل شغل تاني. يعني عطلوك أنت كمان؟ إيه هيك شي، فيك تقول نقلوني. تعال.
على قلبي. يا روح قلبي انت. شو عم تشتغل اليوم؟ عم بشتغل بشي رح يأمن لك مستقبلك، لأنه هذا هو همي الوحيد. الفطور جاهز. يلا قوم. يسلموا ايديك. شكرا. ممكن تعطيني الحساب لو سمحت؟ او اقول لك كمان شاي لو سمحت. لا تطلع بعيوني مثل الغرب، عارفة؟
هي أنا آيلا. تعالوا اقعد يلا. كل يوم مر وأنا عم فكر، أصلاً من وقت يلي انفصلنا كان عندي وقت كتير لحتى أتخيل كيف وين رح أرجع ألتقي فيك، ولما ألتقي فيك شو ممكن إلك وبشو بدنا نحكي وشلون. بس هلأ كله طار من رأسي وذاكرتي، بس أجمل شي بإيلي من الماضي هو ذكرياتي معك. كانت أجمل سنوات بكل عمري. ليش كان بدك تشوفيني؟ عرفت باللي صار معك عرفة، وقهرني وضع ابنك كتير وجعني، لهيك حبيت ساعدك. لو سمحت تقبله مني، بترجاك تقبله، هدول ممكن يفيدوك. شو هدول؟ هاي مصاري سليمان ما هي؟ أنا بعمري ما خطر لي إنه رح نلتقي بهيك وضع. نحن ما التقينا يا عائلة، وأنا وقعت بورطة، وذكرياتي معك مانا حلوة. نحن ما كان بدنا نوصل لهالمكان. مو صحيح، انت اللي اخترتي وكان بدك مصاري وحققتي هدفي. عارفان القصة مو مثل ما انا. سليمان يا سليمان، هذا الزلم اللي بيمثل العفن اللي حاولت توقف بوشه كل حياتي، عم تفهمي؟ وانتي ايلا صاحبته لهالرجال. انت اصلا ما بتنكر انك محتاج مصاري هالزلمه المعفن ومصاري سحبته كمان. انا وياك بنفس الحفره. انا بتمنى اشوفك ميته ولا تكوني معه، يمكن ساعتها بزعل عليك. روح انقلع، اوعك تطلعي قدامي مره تانية، ما بدي اشوف وشك ولا مصاريك الوسخه. انا رح ورجيك يا عرفان، أنا رح ورجيك صاحبته شو فيها تعمل. قال شفتي عرفان وحكيته، وهو كمان كان قالب خلقته مثلك بالضبط. كله بسببك أنت. لا وأنا صدقتك مثل الغبية. الزلمة ما خلى ولا كلمة إلا وبهدلني فيها. شو صاير لك عائلة؟ الموضوع مو واضح؟ ها؟ هو لو ما كان بيحبك لهلأ هيك بتكون ردة فعله؟ عرفان نفسيته محطمة بهالفترة، وانتي اجيتي وعرضتي عليه مصاري، ما تحمل القصة ولهيك جن جنونه. نحن بحاجة لمساعدتك. وأنا ما رح ساعدكم فوراً يا عمران. آيلا، إذا انتي ما ساعدتينا هلأ رح ينتهي الموضوع، وريان ما رح يقدر يعمل العملية، وسليمان ما رح يتركنا بحالنا، والمصيبة مو بس سليمان، باقي المستثمرين ما رح يتركونا. لهيك لازم تساعدينا آيلا. الموضوع ما عاد بهالسهولة يا عمران. إذا بدك إنه ساعدكم فأنت كمان لازم تساعدني. أنا؟ مثل ما سمعت بدك تساعدني. وإنتي؟ آيلا؟ صاحبته لهالرجال؟ إنتي أصلاً ما بتنكر انك محتاج مصاري هالزلمه المعفن ومصاري سحبته كمان. انا وياك بنفس الحفره. انا بتمنى اشوفك ميته ولا تكوني معه، يمكن ساعتها بزعل عليك. روح انقلع، اوعك تطلعي قدامي مره تانية، ما بدي اشوف وشك ولا مصاريك الوسخه.
حبيت نكون لحالنا بأول ليلة بهالبيت، عجبتك الفكرة؟ روحي وقلبي، انت كل شي بتسوي بياخد العقل. لا تكتريلي، بكفي هيك. ليش؟ زايدة نسبة الشحوم بالدم والسكر مرتفع كمان. من وين بتجيب هالمعلومات سليمان؟ فحوصات الدكتور. دكتور؟ شو بدك بالدكتور؟ هنن هيك عطول ببالغوا بكبروا الموضوع، لا ترجع لعندهم. انت صحتك ممتازة سليمان، وزينة الشباب كمان. يلا يلا تفضل. أنا حكيت مع عمران اليوم. وأنا قلت لك ما بدي إياكي تشوفي هالنصاب، مزبوط أيلا؟ حكيته لأني محتاجته، بدي شغل مصرياتي معه. رجعنا لنفس القصة أيلا، هدول الناس خدعوني وسرقوني، وأنت بتعرفي كيف بدك توثقي فيهم؟ بدك ينصبوا عليكي كمان؟ برأيي إنهم مو قلال، بما إنهم حاولوا يحتالوا على واحد مثلك عنده مكانته. أنا عم شوف الموضوع من هالزاوية، ولهيك عندي ثقة بقدرتهم. تعرف إنه جنكيز أسار رح يستثمر معهم؟ أنت مو دريان بالموضوع، لأنه وقت رفعت إيدي جنيت حضرتك وإجيت لعندي دغري وخليتنا نمشي، وما عرفت شو صار معهم بعدها. انسي هلأ، خليهم يرجعوا لي مصرياتي وقتها بيضلوا عايشين. سليمان، يمكن أنا إلي حوالي السنة ما عم اشتغل أبدا، بس أنا مو مثل باقي النسوان اللي بيقعدوا بالبيت وبيستنوا حدا يصرف عليهم. طول عمري بشتغل وبصرف على حالي سليمان، وهلأ رح استثمر بمشروع بابل، وهذا قراري النهائي وما رح اتراجع عنه. وأنا قراري واضح، مستحيل أقبل تورطي حالك بهيك مشروع. وانتهينا. بتقلي هاي المصاري إلك، وبتقلي صرفيها على راحتك، اعملي شو ما بدك، مزبوط؟ مزبوط. معناتها أنت مو قد كلمتك وهالحكي ماله معنى. مين هاد؟ مين؟ ما بعرف مين ممكن يجي لهون؟ سحر؟ انت السبب بكل اللي صار. حياتي تدمرت وخسرت كل شيء، مسعود وشغلي وكل شيء انتهى. سحر روقي شوي، شو الموضوع قليلي؟ تصوري، مرته لسليمان فضحتني قدام الكل مشان تهددك، ومرت مسعود هجمت علي وقت شافتني وصارت تضربني، ووقعت وسقطت الولد. تعاقبت لأنك مصاحبة هذا الزلمة، عم تفهمي شو عمل لك؟ سحر مو عارفاني شو أقول، أنا كتير آسفة على اللي عملوه معك. مشو بده يفيدني للأسف، وحياتي نلمت فوقاني تحتاني، أنا دفعت ثمن تخبيصاتك وعلاقاتك الغرامية. أوعك تخليني شوف وشك، انسي إنه عندك أخت. سحر، شفت شو عملت مرتك؟ لما ما قدرت تأذيني ما لقت غير اختي ضحية لجنونة. أنا هذا اللي رح يجيني من وراك سليمان، لك كله بسببك أنت. أيلا بعد عني. بعرف كيف حاسبها، وما رح اسمح لها تزعلك مرة تانية أبدا. ما بقى صدقك وشبعت من وعودك أصلا. اللي شو متوقع؟ شو بدك ياني أعمل؟ بدك أنسى وإجي أحضنك كأنه ما صار شي هلأ مثلا؟ بوعدك هالمرة رح يكون عقابة كبير، وعلى قد ما حرقت قلب اختك والله رح احرق قلبها هالمرة، وعد. بعد هاللحظة ما حدا رح يقرب مني ولا من اختي، عم تفهم؟ ما حدا. امشي يلا، ارجع على بيتك لعند مرتك. يلا ايلا خلصنا بقى ولو لهون وبس، انا تعبت ومليت، مو مضطرة ضل برر وادفع ثمن هالعيشة معك. صدقني مليت، وانا جرب احشر حالي بالزور بشغل الشركة. صدقني مليت من إني لازم أخذ إذنك إذا بدي حط مصاري بأي شغل تاني يا سليمان. وإنت بتعرفني إني كنت عم بتحمل كل شي كرمالك لحد اليوم، بس لما الموضوع يوصل لعند إختي وعيلتي فمستحيل إنه الأمور تمر هيك.
عايلة خانم، عايلة خانم تليفونك. شكرا لك. هدول اجوا هلا. حلوين كتير، صار البيت مثل الحديقة. اليوم عيد ميلادك شي لحتى اجوا؟ لا، هالورد لأرضها. اه، أنا مرة اشتغلت عند وحدة عمرها 50 سنة وكانت متزوجة ومطلقة شي 6 مرات، كانت تقول كل ما كان الغلط أكبر كانوا يبعثوا للرجال هدايا أكبر. مزبوط هالشي، حطيهن هنيك لو سمحتي. ايه، هاي الست تبعك لما كان يجيها هدايا هيك، خبريني شو كانت تساوي مع اللي بعتهم؟ كانت تضربه على ايده مثل الولد الصغير وقت يغلط. يا خانم، قال غير هيك ما بيتعلم. برأيها الرجال هيك بطبعهم، لازم تكوني احيانا قاسيه معهم واحيانا رقيقه، غير هيك بيتركوكي. مزبوط هالكلام عن جد. رح اعمل لك فنجان قهوه. شكرا. نعم سليمان. سلطانة، وصلوكي الورود؟ وصلوني شكرا لك، بس الموضوع اللي بيناتنا ما بينحل بورود وهدايا. انا خبرتك شو بدي سليمان؟ وصلتني الاخبار، واضح انه شغلكم ماشي كتير تمام. عم تتفاوضوا مع جنكيز وتلتقوا بمستثمرين، عم تشتغلوا بمصريات كتير منيح. قديش استثمر جنكيز؟ هو ما استثمر معنا، هو عرض يشتري الشركة كلها، بس نحن ما قبلنا. في مستثمرين غيره جاهزين يشاركونا. ايه منيح ما وافقتوا، انا عندي خطط تانية. شو هاد؟ هذا مفتاح واحد من المكاتب يلي بالبناء. من اليوم ورايح ما بدي اياكم تغيبوا عن نظري ولا لحظة. شو سويتوا مع مين؟ لازم اعرف كل تفصيل. ها، اجت ايلا خانم، كنت رح ابعت وراكي. ايلا خانم شريككم الجديد، هي رح تستثمر بشركتكم ورح تراقب شغلي ومصالحي معكم بنفس الوقت. ما بنقبل بهالشي. ليش؟ عرفان بيك مو موافق. ما حدا ناطر موافقتك بروفيسور. لحظة سليمان، عرفان بيك رح يوافق، أنا متأكدة. عمران أنت موافق ولا لا؟ وليش لا؟ والله حلوة الفكرة. إيه؟ خلونا نقول مبروك معناتها. سكرنا يا خان. فوق في حدا مزبوط؟ ايه في، بس هنن باجتماع هلا. انت عن مين عم تسألي بالضبط؟ ست ايلا موجودة ما هيك؟ شكرا كثير على عرضكم، بس نحن ما بنقبل تحطونا تحت الامر الواقع. لك انت مين مفكر حالك لحتى ترفض عرضي ولك؟ وخاصه بهيك وضع. نحن وضعنا ممتاز وامورنا ماشيه كثير منيح. ممكن نروق شوي ونناقش الموضوع بهدوء لو سمحتوا؟ موضوع محسوم، خلصنا. واضح انه البروفيسور لهلا ما بيعرفنا منيح، انا برايي ترجع تشرح له قبل ما يتورط. انا بعرفك كثير منيح، بديك انت تعرفني. شوفي قولي. شبك انت. شو؟ احكي بصوت واطي. وين؟ انت ليش عم تعمل هيك؟ ممكن افهم؟ شو رأيك؟ انا بدي مثل ما انت بدك تماما، بدي مصاري. ممنوع؟ اه والله، واذا قلت لك ماني مصدقك. يمكن لانك مغرور وشايف حالك الوحيد اللي محتاج بهالوقت مصاري وما في حدا غيرك محتاج. اي لا، انت وياه شايفين الوقت مناسب. انت اسكت ولا تسمعني صوتك بنوب. انا مو الوحيد اللي بحاجتهم مزبوط، بس انا لانقذ ابني فيهم مو لاشتري سياره ولبس، وهذا الفرق بيني وبينك. ايه طبعا،
طبعا شايف كل شيء وبتعرف كل الظروف صح عمران؟ هالشراكة رح تصير شو ما كان موقفك منها، وافقت أو لا؟ عم تفهم علي؟ اعتبارا من هاللحظة أنا رح كون معك بكل خطواتك بالنصب وبكل تنازل بتقدمه كرمال تاخد المصاري، واضح هالشي؟ مو مشكلة، معناها رح انطرها لتخلص وتنزل. تفضل اللي هنيك معناها واستني لتنزل. شو بو ابنك؟ شو صاير له؟ قال اخذينه على المشفى، كان بسيارة الإسعاف. شو المشكلة طيب؟ حدا ضربه؟ شو بعرفني أنا؟ الولد غايب عن الوعي، قالوا لي أخذوه على المشفى اللي بماسلك. لحقني لهنيك بسرعة. طيب جاي فورا. مرني يا بيك. طلب السائق. مين هاي؟ قال بدها تشوف آيلا خانم ضروري، سألتها عن اسمها بس ما قبلت لي. الشركة إلنا وحرين، ما بدي واقع. انتو ما فيكن ترفضوا عرفان بيه؟ ايه طبعا، انت صرتي متعودة على شغل المافيات. يلا قليلي شو بدك تساوي فيني اذا ما وقعت؟ قولي. انت عم تحكي وليكك اجيت لعند المافيا اول ما وقعت. لك خلاص بكفي ولدني وحاجة بقى تجرحوا ببعض وسكروا على السيرة. انا رح روح شوف وينه، حاولوا انكم تروقوا شوي. خير اختي؟ عم تدوري على ايلا خانم؟ مين حضرتك؟ أنا بكون صاحب هالمكان، أنت اللي مين وشو بدك من آيلا؟ أهلا وسهلا، كيفك؟ هل بدها آيلا يا عمران؟ كنت مخبرة أنه إذا ما لقتني تسألون عن آيلا خانو وهي بتوصلها. عمران أنا مستعجل، خلينا نخلص من هالشغلة. مو حابب اتوقع لانه بتعرف انه كل ما تشوفني بدك تتوجع. هذا سبب كتير مقنع. ليش مين مفكرة حالك لاتوجع بس شوفك مثلا؟ من الواضح انه ما في عندك شجاعة لتواجه مشاعرك عرفان. والله ايلا خانم عم بتحاضر بالمشاعر، وروحي واجهي مشاعرك بالاول وبعدين انصحيني. انت لهلأ مو قادر تتطلع بعيوني ولا بتخاف انك تتطلع؟ انتي جنيتي شي؟ شو اللي جابك لهون؟ بعيد. وينو عرفان؟ هديك المرجوة معك؟ هذا اللي شفتي حبيبة لآيلا، ونحن هون كرمال ابنك، رح اشرح لك كل شي بعدين. روحي انطريني بالأوتيل. لك يلا روحي. يلا خلونا نخلص، وين العقود؟ شو كل شي جاهز؟ شبك وقع ليش صافين؟ روك نحن بحاجة مساعدتك كمان هالمرة. الموضوع ما عاد بهالسهولة يا عمرو. إذا بدكم إنه ساعدكم فأنت كمان لازم تساعدني. أنا؟ مثل ما سمعت بدك تساعدني، بقبل أعطيكم المصاري بشرط تكون شريكة وفي إلي أسهم بشركة بابل. أنا وإنت وعرفان رح نكون شركاء بهالمشروع. معناته ناوية تشعلي البارود، مو غلط. وبرأيك عرفان ممكن يقبل؟ بدك تساعدني بهالشي، بدك تقول له مجبورين وما عنا خيار، وبالنسبة لسليمان أنا بعرف كيف خليه يقتنع، ما تقلق. حلوة هالفكرة. ليش لا؟ إذا كرمال المصاري عم تعملوا أي شيء وأنا عم اتعذب من سنين وعم اتحمل كلام وأذا كرمال، شو برأيك؟ طالما هيك شو بيمنع أنه استفيد؟ هالمبرر ما بيفيدك معي، مو علي أنا هالحركات. أنت وسليمان وعرفان كرمال المصاري عم تعملوا أي شيء وأنا كمان بدي مصاري، شو بينقصني عنكن؟ هالمشروع بده يصير عم تفهم، وعرفان بده يرضى، خلصنا. وبعدها شو بيصير؟ ناطرة يجي الأمير عرفان على حصانه الأبيض وتكملوا حياة العشق يلي وقفت من سنين، ما هيك؟ أي عشق هاد؟ أي عشق؟ عم قلك الزلمة بيكرهني
وقال يا ريتو شافني ميتة ولا شافني مع سليمان. مستوعب هالحكي؟ مزبوط كلامه. أنت متضايقة من هاي الحقيقة؟ هاد دليل غيرة. الرجال مصدوم، هاد سبب الكره. وبرأيك هاد مانو عشق مثلا؟ حاجة تقلي عشق بقى. الزلمة شاطر بس يوزع حكم ومواعظ علي، وأحكامه الغبية جاهزة فورا. لك إذا ما عطاني فرصة حتى أشرح له أنا شو عشت وشو اللي مريت فيه. وانت اللي من اول مره بتقسى الظروف عليك، رحت لعند المافيا وقاعد توزع لي مواعظ. انت هلا قيمك من عرفان وتطلعي على حالك. انت كل همك من هالقصه تضلي عم تحومي حوالين عرفان وقريبه منه. بس هذا حق الالغام خطير وما في مزح، بس ينفجر لغم بيحرق الكل. وسليمان اذا بيكشفكن بنحترق كلياتنا يا آيلا. خلينا نحترق ما بقى يهمني يا عمران. بدي خلي عرفان يدوق مرارة الكلام الوقح اللي سمعني إياه، وخلي كل واحد ياخد نصيبه من اليوم ورايح. إذا انكسر قلبي مرة رح خلي كل القلوب تنكسر. ألف مبروك. ألف مبروك. ما شاء الله عليك على الفكرة، لك ناقصنا مشاكل. أنت شو بدك فهمني؟ ليش أنا فيني أرفض؟ والله ما تواخذني، ما عندي القدرة أقول لسليمان مو موافق ونحن بدنا مصاري. وبعدين معك انت جنيت على الخالص لك عمران؟ والله رح جن، كل مالنا عم نتورط اكثر. وبعدين الشركه الي ووظف فيها مين ما بدي. والله باينتا رح توجعنا راسنا، من اول غلطه صغيره رح تكشفنا. وشو بتعمل بس تكشفنا؟ بتشكينا للماليه يعني؟ ما حتساوي شيء. هاي لا مشكله لحالها. عمران نحن وضعنا ممتاز وامورنا ماشيه كثير منيح، عم بعمل كل شيء بيطلع بايدي لجيب مصاري. نصيحة مني، ما نتعب حالنا على الفاضي. إذا آيلا ما وقفت فوق راسنا بالشركة، وقت سليمان بده ياخد هذا الدور. الموضوع محسوم خلصنا. لك كيف بس؟ أنت شو بدك؟ والله عم بتدوري على شي يا خانم؟ أنت متأكدة أنه تيابي إجت من المصبغة؟ أنا متأكدة. إيه؟ وشفتي فستان أسود سحابه طويل من فوق لتحت؟ إيه مبلا ليكو. أها ورجيني لو سمحتي. بس كأنه مكوينه مزبوط. مو مشكلة، ممكن تكوي انتي لأنه لازم ألبسه بكرة. ايه طبعا، بس حلو عن جد. في عندك مناسبة؟ لا بس بحب ألبس هيك مرات. ماشي رح أكوي لك يا معناتا. فضيحة العشق الممنوع في البلازا. طيب اختي بترجاكي حاجة تبكي، رح تموتي حالك بكفي. ما رح يصير شي اصلا الاسبوع الجاي بيطلع له شي خبر تاني وبينسوكي كرمالي حاجة. مسعود حكى معك؟ شو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لي إنه مو طايق يشوفني، وقال لي أنا بكره هيك طلعي من حياتي. ومرته رح تشتكي علي للشرطة، رح ترفع دعوة علي بتهمة الضرب والتهجم. حاجة بقى كله علاك مصدي. إذا كبرتها منوكل محامي ومنرفع دعوة تشهير لا تاكلي هم. بشرفك خلاص. دعوة شو هي ومحامي شو؟ أنا مالي عين أصلاً أتطلع فيهم، وتعبت من كل شي خلاص. أنا قدمت استقالتي وانتهينا. خلاص هالمرة خسرت كل شي بحياتي. خسرت شغلي ومسعود، وخسرت سمعتي كمان. مرت حبيبك المافيا هي اللي دمرت لي حياتي يا آيلا. طيب يا روحي روقي، بعدي عني كرمال الله. أصلاً أنت المسؤولة عن كل شي صار معي.
أنت وأمي وبابا لو ما مات بسببكم يمكن ما كنت وصلت لهون وما صار اللي صار، ولا كنت فادي للحنان والحب وما أعطيت فرصة للناس الغبية تلعب بمشاعري. أنتوا المسؤولين عن كل أغلاطي، أخذتوا مني اللي كان يحن علي من لما راح أبي لليوم، وأنا كل شي عم أعمله أني أنسى غيابه وتجاهل ضعفي. ليكي بعرف أنه أنت كتير متضايقة، بس مو مقبول هالتخبيص. كذب يعني؟ آه؟ عم أكذب أنا؟ أنت وياها يلي جبتوا له السرطان، سودتوا له عيشته لأهل معتر حتى مرض بالسرطان، طلبات ونق والزلمة ما كان يلحق، كرمال المصاري جبرنا نخسره. أي مصاري يا سحر؟ أي مصاري؟ فهميني عن أي مصاري عم تحكي؟ كنا جوعانين وبردانين، واللي عم تقولي ظلمناه ما ترك قرش واحد بالبيت. لك حتى مانتو أمي باعوا برخيص. والله شو؟ انقهرتي على مانتو أمك هلأ؟ ولك على القليل الزلمة ما كان حرامي ونصاب مثل بعض عالم، يمكن مشان هيك كنتوا تكرهوا أصلا. لكن انتي مو متذكرة شي لأنه كنتي طفلة صغيرة بوقتها، فياريت ما نتخانق على الفاضي. بالعكس بتذكر كل شي مزبوط. والله عن جد؟ مثلا؟ بتذكر كيف كنتي تكرهي عيشة الفقر مثلا. شو كمان؟ وكيف كرهتي لأنه مفلس. شو كمان؟ وهلأ كرمال المصاري لاح الحيوان يلي اسمه سليمان وموسى. سحر لا تتجاوزي حدودك أبدا. سليمان هو الوحيد اللي وقف جنبي بأصعب أيامي. المسألة مو بسيطة مثل ما أنك مفكرة. اي نعم المسألة مانا بسيطة مثل ما أنا مفكرة فعلا. أنت تعرفتي على مرته لسليمان شي؟ آه؟ لك هذا متجوز مرة مجنونة ومريضة نفسيا. سحر بكفي، هلأ اللي بيهمنا بالنهاية حياتك اللي لازم تفكري شلون تبدي فيها من جديد ومن دون مشاكل، عم تفهمي؟ وبعد ما ابدا حياتي من اول وجديد بتجي مرته لحبيبك سليمان وبتهدها فوق راسي مرة ثانية. ما تخافي انا بوعدك من هلا ورايح ما بقى تساوي لك شيء، صدقيني. خلص عيلة روحي من هون بكفي، حلي عني، ما اجاني شيء من وراكي غير الضرر. انتي اذا عن جد بدك مصلحتي فاطلعي من حياتي. ما في شيء مهم، ردود بسيطة، خليه عنا اليوم وبكرة الصبح منعمل له كم صورة ومنخرجه. يلا سلامته. شكرا كتير دكتور. لحظة دكتور، بس مو أحسن إذا منصوره طبقي محوري؟ عم بيقول راسه عم يجعه وأنا قلقانة عليه. نعمات مو محرز الولد منيح. ماشي دكتور يعطيك العافية. تسلم إيده يلي عمل فيك هيك. رد 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 وأحكي مع عشيقتك وروق أعصابك، بلكي وقتها بيكون فيك تحكي معنا مثل البشر. حاجة لعي فاضي، ببعت لك الشوفير بكرة الصبح لعندكم. ايه حبيبتي؟ اذا مو فاضي بحكي بعدين. فاضي حبيبتي، وينك انتي؟ على طريق راجع على البيت، كنت عند سحر من شوي. شو صار معكم؟ طمني عن راكا. منيح منيح، نعمت قاعدة عنده. كنت رايح على البيت، بدك اجي لعندك؟ لا معلش، حاسة حالي مرهقة كتير وحابة روحنا. خلص يلا بكرة بشوفك ومنحكي. طيب ماشي، طمنيني بس تصلي. ماشي. حبيبك المافيا هي اللي دمرت لي حياتي يا آيلا. معافى إن شاء الله نعمة خان. الحمد لله قال بس شوية ردود. أنت كيف إلك عين تجي لهون وتحكي معي؟ شوفي نزل ضغطك كأنه ظاهر. أنت ما بدك تحطي عقلك براسك وتعقلي، ما هيك؟ أنا حاطة عقلي براسي، لا تاكلي همي أبدا. بس والله أنتي وحدة بتحول الحمل لديب نعمة خانم، هيك طبعك؟ عكله مو موضوعنا. شوفي يمكن تكوني مفكرة أني وحدة عاجزة أو جبانة لأني سكتت عن كل أفعالك لهلا، أو غبية لأني ما تصرفت بنفس أسلوبك، بس القصة أبدا مو هيك. طيب نقلعي من هون، يلا روحي. يلا يلا. أنا أختي انهارت ودمرت حياتها بسببك،
وأنا خسرت أختي بسببك. وصحيح ما عندك رجال تخسريه كزوج، بس في عندك ابنك ركان. لك أنت عم بتهدديني بابني ولا شو؟ احكي. صدقيني أنا لهلأ عم احكي معك باحترام وهدوء، بس شكلك أنت مو حابة تفهميني، فاسمحي لي اشرح لك. نعمت، أنا بهد بيتك فوق راسك، وفي عندي استعداد احرق قلبك على ابنك السافل التافه الرخيص الملقوح جوا. عم تفهمي علي؟ بالإذن. على فكرة أنا بعرف عايدة منيح وبعرف شلون بتفكر. أنا متأكد بتكون هلأ مستلمته لعرفان ومكرهته حياته لأنه ما عنده صبر بنوب. بالله عن جد شكله عم يعاني كتير. هلأ بيكون عم يهديها، هو يقول لها يا عمري إذا بتموت أيلة ولا بتنحرق ما بيهمني، أنا شو بدي فيها أصلا؟ لك أنت عليك هذا شلون بيشتغل؟ ما فهمت عليك. حفهمك، عرفان مستحيل يفكر بهيك شيء، وإذا فكر مستحيل يقول هيك شيء. وأنا شو بيعرفني هو شو بيقول وبشو بيكون عم يفكر؟ أوف، هلا عرفان زلمة متزوج وفي عنده ولد مريض، وأنا سليمان كابس على نفسي ولا شكلي من وراك عم اتوهم وأحلم أحلام غبية عن جد. يعني أنت هلا اتطورت أحلامك بخصوصه ولا حاسة بخيبة أمل من ناحيته؟ ولا اتنين مع بعض؟ أنا برأيي لسه في أمل، يعني ما في شيء يمنعه يفكر بماضيكم، ما؟ وليش تأخرت هيك؟ نمت على الكنباية يا رجل، حاسس جسمي مكسر. عايدة ناكشي ورانا ودريت إنه نحن عم نشتغل مع آيلة. إيه عادي. بالله هيك؟ إذا مو أنت خبرتها فمين؟ والله اللي وصل لعنوان الأوتيل قادر يعرف مشان آيلة. هذا البيت اللي حكيت لكم عنه الخانم. حلو كتير وواسع وشرح باينته، جنينة وهون مسبح، والله المكان خرج حفلات حلوة. ها لا والمبنى حلو، شكله كتير فخم. منعمل الأرضية خشب ومنعلق كم لوحة فنية، وهون منحط صوفة كبيرة وشوية بوسترات تسويقية وإعلانات وهالقصص هاي، ورح تلاقي البشر هون فوق بعضها. برأيي ممتاز، وهيك صار في عنا مكتب. لا مستحيل، هون جنب سليمان. لك ليش لا عرفان؟ مفكر رح يعين حارس علينا؟ لك اتركه هلأ يفكر الأمور تحت السيطرة، بعدين عايدة عرفت مشان آيلة ونحل الموضوع. آيلة مشكلة لحالها. أوف منك يا بروفيسور أوف. آيلة أهلا وسهلا، كيفك؟ صباح الخير. عجبكم المكتب؟ برأيي ممتاز، بس عرفان عنده كم تحفظ. يعني مثل؟ طالما عم نقرر كل شيء مع بعض فهون ما بيمشي الحال، لازمنا مكتب بمركز المدينة أو بمول معروف. ليش؟ لأنه هذا بيت واحد غني مو مكتب استشاري. مثل العادة ما في يعطينا جواب منطقي. بدك تضلك نتجادل هيك على طول؟ وبعد الجدال راح تساوي اللي بدك اياه بالآخر، ما؟ لا مو هيك عرفان، بس أنا على القليلة عندي أجوبة منطقية. وشو أجوبتك؟ يعني مكتب المولات موضة قديمة، أنا بدي الناس لما يجوا لهون يشعروا بتميز واهتمام خاص. شفت المكاتب اللي ببرج ليفانت كيف خلصت مدتها؟ لأنه الناس ملت منها. شكراً كتير على اكتشافاتك العظيمة آيلة خانم، بس مو مقنعة وأنا ما عجبني. رأيك ما بيمثل المستثمرين؟ أنا بعرف منيح المستثمر شو بيعشق. والله عن جد؟ هدول ناس متعبنين بمصاريهم. عمران هيك ما بيمشي الحال، رح نبدأ بالمشاكل. برأيي ما في داعي تتجادلوا، طالما عم نشتغل مع بعض لازم ناخد قرار مشترك بأي موضوع بنعمله سوا. خلاص عمران، أنا متعودة على هالنقاشات من زمان، مو مشكلة. عرفان، المصاري اللي رح نطالعها المفروض تنقذ حياة ابنك، والمفروض تغير حياة هدول الناس. يعني بالنهاية في بيناتكم قاسم وهدف مشترك، سواء عجبك هالشي واحترمته أو احتقرته. عم تفهمني؟ لهيك قدامك خيارين، يا بتترك وبتمشي، يا أما بتحاول تحترمهم بشي طريقة. وأصلاً سليمان بدهم نكون قريبين منه، وطالما عم تشتغلوا بمصرياته فمجبورين تقبلوا، وإذا حابب يكون في عنا قرار مشترك
اليوم عنا اجتماع مع المهندسة. اسلوبها حلو. آيلا، نعم عرفان. بلا ما تمثلي علي دور المديرة، لأني من الأول فهمان هدفك تماما. شو هو هدفي؟ بدك تدوقيني مرارة الكلام اللي قلت لك إياه بكل بساطة. ومعك حق، أنا تماديت بالآخر، ما حدا بيحق له يتدخل بحياة غيره، بس أنا وياكي صعب نقدر نشتغل مع بعض. أوف، رجعنا لنفس القصة من جديد. طبعا ما بنقدر. يلا بلش هلا، لأنه أنا متزوج وعندي ولد وأسرة لازم دير بالي عليها، وانت في عندك سليمان حبيبك ومو حابة إنه ينزعج، يعني مو مضطرة تعرضي علاقتك فيه للخطر. سليمان ما عرف بماضينا ولا رح يعرفه، فبالنتيجة أنا ما رح أخسره، ومع هيك ما عندي مشكلة. إذا بدك منخبره منقعد سوا اليوم ومنحكي. أنا مو ناوي ألعب معك أيلا، أنت مو كان عندك شغل منيح وسيرة مهنية وحياة منيحة، فليش لحتى تهمليها؟ وانت كمان كنت استاذ جامعة حسب ما فهمت. يلا رجع لشغلك الأول. ايه بس هذا مانو موضوعنا. اسمعي، بدون ما تعملي مديرة بوعدك تاخدي دبل المصاري تبعك، بس تركيني لحالي لو سمحتي. وانا مو ناوية ألعب. اسمع، لوقت ما تسدد دينك لسليمان انت مضطر تشتغل معي، انت مجبور، اذا رضيت وإذا ما رضيت. اتفقنا؟ روح قلبك التنظير. ملحقة على كل شي. شوفي هالصور، شوفي، مو مخلية لا يوغا ولا تمارين لياقة. ما شاء الله وفات للدنيا كمان يا عيني. لا ما شوفي شلون صايرة، والله تقولي لساتها مراهقة وكل اللي بيننا 3 سنين. والله حليان كتير، لون بيني أجمل من الأول. شكرا على دعمك اختي. هي الحقيقة، بيقول المثل ما في مرة بشعة في مرة فقيرة. اللي معه مصاري بتعمل تجميل لكل شي. شوفي كيف نفضح على كله تجميل. لو معي مثلها ما سبقتني. تجميل بيخلي الوحدة تفرق كتير. خلاص حاجة تطلعي بصورة وتحرقي قلبك، هاتي لهون. شوي بس خلاص اختي. اصلا انت حلوة بلا شي، بلا ما تغاري على الفاضي. عرفان ما رح يخونك ابدا، والله اذا بشوفه بعيني ما رح صدق. الواحد لازم يعرف عدوه، لهيك فتت على صفحتها. فيني اخذ التابلت ماما؟ خدو حبيبي خدو مشان الله وروح، هي خلص دورها من زمان. خد يا روحي. والله ما توقعت يصير فينا هيك، فكرت أكبر مصايبنا صارت، بس لا، في آيلة كمان. ما فهمت ليش كل هالقد مخوفتك، ماضي وانتهى. إن شاء الله بتمنى، إن شاء الله هالماضي ينتهي، لأنه بوقتها عرفان كان واحد تاني، كان مجنون فيها. صحيح كان يحبها من زمان، بس تزوجك أنتي. تزوجني بس لحتى ينساها. صدقيني عرفان بحياته ما حبني، حتى بعد ما تزوجنا ضل فكره عنده، بس بيحترمني. وأنا متأكدة إنه كل ما بيشوفها بتنسي حاله. يعني وجودها بحياتكم شي مو منيح، معك حق. إيه بس عمران وجوده أخطر. شو قصدك تقولي يعني؟ ليش عمران خطير؟ شو قصدك؟ ما فهمت. يا بنتي مو هو أبوه لابنك؟ فكيف برأيك ما أنه خطير؟ والله إذا حدا دري أنه عمران. بكفي أختي، بكفي. ما تخليني أندم أني خبرتك لو سمحتي. نعمة خانم عم تشتكي علي يعني؟ شي حلو والله. أنت مالك بالعادة تساوي هيك؟ لا مالي بالعادة طبعاً، شايفني كتير بحب شوف وشها.
بس مو قليل اللي عملته بأختي سحر. قال انت هدتيها بركان وانت يلي بعتي له رجال يضربوه. شو؟ انا اللي بعت له رجال؟ مفكرني ما في سليمان؟ لا مو هيك قصدي انا. ايه اللي ما بتصدق اللي عم قوله؟ ما تعصبي يا روحي، عم قلك لشو لمحت. طيب انا ما عصبت اصلا، خلص ما في شيء مستاهل دخيلك. انا بدي اروح على المكتب، المهندسة جاية، رح نبدأ بالتجهيز وما بدي اتأخر. ماشي، الله معك. سلام. ياسين، بدي اياك تعرف لي مين هدول يلي ضربوا راكان وليش. رد لي جواب.